قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده نصبح على ليندا وطمنا على حاله الطقس مستمر لامتى ليندا؟ صباح الخير شاذلي. صباح الخير هدير. الحقيقه شاذلي الجو برد جدا فعلا الصبح وشديد البروده بالليل كمان يعني برد جدا ما عنديش اخبار حلوه برد جدا وشديد البروده حلو لمحبي البرد والشتاء والاجواء دي رغم كل ده لسه في ناس بتحب البرد القارس ده وبتتبسط فيه وشايفه ان احنا يعني ما عندناش حق ان احنا نبقى زعلانين من البرد اللي هو شاذلي لا 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 لسه مش شاذلي بس في ناس هتدوري كده على مواقع التواصل الاجتماعي تلاقيهم ما بفهمش بصراحه يا دير الناس دول لا انا من محبي الصيف الحقيقه احنا نستحمل وهم يستمتعوا هو كام شهر وخلاص ان شاء الله صباح الخير عليكم مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم جوله سريعه عن احوال الطقس النهارده الطقس هيكون برد على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الغربيه والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد وفي شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 16 وأعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 22 وأقل درجة حرارة في سان كاترين 8 هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية ولكن بعد شوية دلوقتي هنرجع لشاذلي وهدير عشان يبتدوا فقرات صباح الخير يا مصر شكرا لك كريم